السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس. جيتكم بوصفه رائعه جدا بتشكيله من المملحات مختلفه في الحشوات وفي المذاقات وبدون عجين. هذا هو اهم حاجه، يعني ما غتعجنوا ما غدلكم حتى شي حاجه بلا عجينه، وكتجي راقيه ورائعه لا في المنظر ولا في المذاق. نتمنى انكم تجربوا هذه المملحات، ونتمنى انكم الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا فيها بالضغط على زر الاشتراك، وكذلك تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. ونخليكم مع مقادير هذه الوصفة هذه اللي كتجي أكثر من رائعة، وكتوجد في يعني في ساعة كيمكن لكم تصاوبوها ثلاثة ديال الأنواع ديال المملحات. ونخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. هنا خديت الخبز ديال التورتيلا، يعني هذا الخبز هذا راه كتلقاوه في المحلات التجاريه، ويمكن لكم تلقاوه يعني ماشي بالضروري في المحلات التجاريه، يعني اي محل يمكن ليه يكون كيبيع هذا لي فون دو كيش وداكشي راه كيكون كيبيعو. كناخذ هكا الخبز ديال التورتيلا اللي كيكون شكل ديالو دائري، كنطويه على جوج وكنقطعو بهذا الشكل هذا، يعني كنقسمو على النص، وهذاك النص اللي حتى هو يعني قطعته غادي نقسمو حتى هو على النص، يعني غادي نطويه حتى هو نتنيه بهذه الطريقه، يعني باش كيعطيني الشكل ديال المثلث، وغادي نصاوب بهم هاد لي كورني هادو. بهذه الطريقه كنبقاو نلفو يعني هذاك الخبز بهذه الطريقه هذه حتى كنحصلو على الشكل ديال الكورني بهذا الشكل هذا. سهل يعني ماشي صعيب. وكناخذوا شويه ديال الطحين اللي خلطتو مع شويه ديال الماء، وكنلصقوا ديك الجوانب باش ما يتحلوا ليناش. انا غادي نستمر بهذا الشكل هذا، يعني غادي نصاوب لي كورني ديالي كاملين. نتمنى ان الطريقه تكون يعني جاتكم سهله، لان في الحقيقه سهله، يعني غير انكم تجربوها في الاول صافي راه غادي تعرفوا تصاوبوهم، وراه كيجيو زوينين غير منين تحطوهم. حاولوا تحطوهم على داك الجهه اللي لصقتو، يعني باش كيزيدوا يتثبتوا مزيان. بالنسبه للحشوه خديت هنايا بصله مع فلافل بالالوان حمراء وصفراء وخضراء، وبطبيعه الحال مع القليل من زيت الزيتون اللي غادي نخليهم يتشحروا. كنضيف شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وصافي. علاش كنقول لكم ديما شويه وما كنقول لكمش معلقه اولا نص معلقه؟ لان على حساب الكميه، نتوما عينكم ميزانكم، الا كنتو غديروا كميه كبيره راه غادي تضيفوا اكثر. هنايا خديت عندي هنا 400 غرام ديال الكفته اللي سبق ليا درت ليها شويه ديال الكمون الابزار التحميره شويه ديال الملحه وشويه ديال البصله محكوكه، وصافي غادي نديرها هنايا مع هذا الخليط هذا ديال البصله وفلفله. ضفت القليل من الفلفل الاحمر او التحميره، وهنا في الاخير ضفت القليل من الزيتون الاخضر اللي مقطع من بعد ما طابت لي الكفته، يعني صافي حتى كنطفي على الكفته ديالي وكنضيفو في الاخير. خديت هاد القطاعه هادي وغادي نقطع دوائر، الحجم ديالهم يعني على حساب نتوما واش بغيتوهم كبار ولا صغار. هادو راهم كبار شويه يعني متوسطين، ماشي كبار بزاف ماشي صغار. وكل خبزه راه كيعطيوني فيها 4 ديال الدوائر. كناخذ هاد المول هذا ديال لي كاب كيك اولا ديال مادلين، وكناخذ كل دائره من خبز التورتيلا اللي قطعت وكنوضعها لداخل بهذا الشكل هذا، يعني بحال اللي كنلبس هذاك القالب بهذوك الدوائر ديال خبز التورتيلا. راه كيجيو رائعين البنات، غير جربوهم وساهلين، والحشوات اكثر من رائعه. المهم نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لانها سهله وما كتاخذش معكم وقت بزاف، خصوصا انكم ما غادي تعجنوا ما حتى شي حاجه، يعني الخبز التورتيلا انا خديته واجد. الا بغيتو نصاوبو لكم في الدار ونوريكم الطريقه راه غادي نحط لكم فيديو. وهنايا عاوتاني خديت خبز التورتيلا وبنفس القالب غير قلبته على الجهه اللي مسننه اللي فيها يعني هذوك السنينات، وغادي نقطع بهذا الشكل هذا.
سمحوا لي هذا قلب اصغر شويه، لان عطاني 5 ديال الدوائر في كل قطعه ديال التورتيلا، هذا صغر شويه من الاخر. وغادي نستمر هكذا تنسالي يعني الدوائر ديالي كاملين. غير نتوما حاولوا هكا على الخبز باش ما يتقطع لكمش، بقاو يعني تقطعوا غير بشويه. خديت قالب اخر ديال الكاب كيك، وكنوضع بحال هكذا هذوك المربعات، يعني غنوضعهم بين هذوك البليصات اللي كيكونوا خاويين، وغادي بحال هذا الشكل، هذا كيجيو زوينين في الشكل ويعني ساهلين. وغادي ندخلهم الفرن 5 دقائق فقط، 5 ديال الدقائق، وغنخرجوهم غير لما يشدوا ديك الفورما ديال ديك البلاصه اللي صاوبناهم فيها. هنا خديت بصله مع شويه ديال الملحه والابزار، غادي نشحرها مع شويه ديال زيت الزيتون. من بعد ما تشحرات كيف ما كتلاحظوا، ضفت ليها الفطر الطري. هنا عندي 100 غرام تقريبا ديال الفطر الطري اللي قطعتها وحطيتها هنايا، حطيتها مع البصله. من بعد ما كيطيب لينا الفطر يعني وكيهبط كيف ما كتشوفوا، كنضيف القليل من الفلافل يعني بجميع الالوان، حمراء وخضراء وصفراء. حتى بالنسبه للفلفل يمكن لكم ديروا غير الخضراء، يمكن لكم ديروا غير الحمراء، على حسب المتوفر عندكم. هنا خديت 2 ديال البيضات، ضفت لهم 1 ياغورت مسوس يعني بدون نكهه وبدون سكر، يمكن لكم تعوضوه اما بالحليب اما بالقشده الطريه، القليل من الابزار والقليل من الملح. وسمحوا لي على جوده ديال التصوير حيت كان الشمس ضاربه، وداكشي علاش كيبقى يبان لاطراس ديال تريبيي ديال الكاميرا. المهم بالنسبه للحشوه ديال لي كورني الاولين، راه هي ديال الكفته والزيتون، كنعمروهم بهذا الشكل هذا. كنحاولوا منين نعمروا نضغطوا غير بشويه يعني باش الحشوه تهبط لينا حتى لتحت ديال الكورني. كما كتشوفوا، وغادي نوضع عليهم شويه ديال الفروماج. هنا عندي الموتزاريلا، وضعت شويه، يمكن لكم تعوضوها بادام اولا بالغرويير، المهم اللي عندكم اللي بغيتوا، يعني غير باش كيجي الشكل زوين وحتى المذاق اروع. وغادي نستمر هكذا حتى نصاوب لي كورني ديالي كاملين. هنا بالنسبه لهاد بحال لي كيش يعني هاد المملحات هادو، كنوضع الحشوه اللي صاوبت بالشامبينيون وبالفلافل والبصله في الاسفل، يعني الحشوه الثانيه اللي شفتوني كنصاوبها. ضفت هنايا الطون المعلب من بعد ما حيدت منه الزيت، شويه ديال الطون بهذه الطريقه هذه. يمكن لكم تستغناو عليه، يمكن لكم تعوضوه بالكاشير باي حاجه اخرى، بسوريمي، المهم نتوما على حسب الذوق ديالكم، ولكن المذاق ديال الطون كيمشي مع الفلفله كيجي زوين. وهنايا خديت هذاك البيض اللي درتو مع ياغورت مسوس والملحه والابزار، يعني بحال انا باغايا كيش اللي غادي نوضعو بهذا الشكل هذا، يعني هادو كيجيو بحال لي كيش غير هما بدون عجين، يعني ما كتعجنو ما حتى شي حاجه، العجين كيكون واجد وكيجيو ألد واحسن. بالنسبه للشكل الثالث، هانتوما شفتو ملي خرجتو من الفران 5 ديال الدقائق صافي كيتحمروا وكيشدوا لينا يعني هذيك الفورما. خديت هنا شويه ديال الخس، لان هادو غادي ندير فيهم حشوه بارده، يعني كنفرشوا
داك الخس في الأسفل، وهنايا خديت الطون ديال المطيشه ماشي ديال الزيت، يعني باش يجي مذاق مختلف، وكناخذو بحال هكا واحد المعلقه صغيره وكنديروها يعني في هاد المملحه هادي. راه كيجيو زوينين بزاف البنات، غير جربوهم وخصوصا ساهلين. وهنا خديت قطع ديال السوريمي اللي وضعتهم من الفوق. وبطبيعة الحال الفروماج اللي كيبقى اختياري، ولكن توا كيعطي لذة لهاد المملحات. وغادي نستمر هكذا حتى نسالي المملحات ديالي كاملين. وكيكون هذا هو الشكل النهائي او البلاطو ديال المملحات ديالنا. كيف ما كتشوفوا كيجيو رائعين. بالنسبه لهذوك اللي بحال لي كيش، راه دخلتهم الفران، دخلتهم غير على مطابليه، يعني هذاك لاباغايا كيش اللي فيه البيض وفيه الياغورت، يعني كنشعلوا عليهم من الفوق ومن التحت من 15 حتى ل 20 دقيقه على ما كيطيبوا. كما كتشوفوا زوقتهم بشويه ديال المعدنوس. وبالنسبه للمملحات الاخرين راه ما كيطيبوش، لان لي كورني راه فيهم كفته طايبه، والاخرين راه فيهم يعني الطون اللي ما غاديش يطيب. كيجي رائع البنات هاد المملحات هادو، غير جربوهم. ونتمنى انكم تشتركوا في القناه الا كنتوا اول مره تشوفوا الفيديو، تخليوا ليا لي لايك ولي كومونتير ديالكم بالنسبه للاخوات الوفيات. وكنقول لكم الى فيديو قادم باذن الله.